السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير. نواصل اليوم في حصص التحضير لشهادة RCSI. أوكي، واليوم بإذن الله راح نشوفوا فقرة مهمة جدا، اللي هي فقرة اليوزر مانجمنت، ولا إدارة المستعملين اللي يدخلوا على أي جهاز يستعمل لينكس بصفة عامة. هذه الكوماند اللي راح نشوفوها في هذا اليوم هي أوامر مستعملة في كل توزيعات لينكس، براد هات مش خاصة بس براد هات ولا بوبنتو ولا بشيء ثاني، لكن إنها موجهة لكل التوزيعات. لكن الشيء الأول اللي لازم واحد يتعرف عليه قبل ما نروح لليوزرز، أنه كل يوزرز لما نحطه ندخله على السيستم، كل يوزرز عنده UID user ID وعنده group ID ولا ما يسمى بال principal group، المجموعة الأساسية الخاصة بهذا اليوزر. أوكي، هذه المعلومات هي معلومات خاصة بالحساب، والمعلومات الخاصة بالحساب تخزن باس WD. اوكي، وعنده شيء ثاني اللي هي معلومات خاصة بالباسورد. اوكي، تاريخ انتهاء الصلاحية، تاريخ آخر تغيير لكلمة السر، كل ما له علاقة بكلمة السر ولا الباسورد، وهذا كله مانجمنت على الباسورد. وهذه المعلومات تكون مخزنة /etc/shutdown. اوكي، هادو كل ما له علاقة باليوزرز في الاوثنتيكيشن هو محصور في هذا الفايلات باس دبليو دي وشدها في الفولدر اتيسي. خذوا بالكم، هذه بنتحدث على اللوكال اوثنتيكيشن، لانه ممكن يكون عندك نتورك اوثنتيكيشن. مثلا اذا كان عندك LDAP ولا عندك IDM ولا عندك فري ايبا ولا عندك اي برنامج لتخزين اليوزرز على نتورك. اللي يهمك انت في تحضير الار سي اس اي في الشهاده هو اليوزرز اللي نعملوا لهم مانجمنت لوكال. اوكي، ولكل واحد يتحكم في هذا الشطر لازم يكون عنده درايه بمحتوى الباس دبليو دي. اوكي، كل ما عنده علاقه بالسلاش اي تي سي باس دبليو دي يمكن التعامل معه ب user add، اللي هي الكوماند اللي تعطيك انك تزيد user. فيه كذلك user mode، اوكي، انك تعمل تغييرات على مستعمل عندك اصلا حاليا في الجهاز، ولا user ده انك تعمل مسح لمستعمل من فيما يخص الباسورد. الباسورد في اشياء اخرى اللي هي كلمه باسورد اصلا باس دبليو دي، وهذا الكوم الامر الاول. وفيه امر ثاني اللي هو تشينج، اللي هو عنده علاقه ب تاريخ انتهاء صلاحية الباسورد، آخر تغيير للباسورد، الوارنينج فيما يخص الباسورد راح نشوفوها بعدين إن شاء الله. نبدأ وإن شاء الله بالـ OTC password.
تي سي باس دبليو دي. نروحوا على ال على اللاب. وأنا على فكرة كل الأوامر اللي تتنفذ فيما يخص إدارة المستعملين تكون بالسوبر يوزر اللي هو روت، وإذا كنت يوزر عادي وعندك صلاحيات السوبر يوزر يمكن استخدام سودو بالطبع. عندك الطريقتين يمكن تتعامل به. شفنا أنه الشيء الوحيد اللي لازم تعرفه أنت مثلاً، راح نشوفه السطر المتعلق باليوزر ار سي اس ار مش يتكون اصلا. اوكي، الشيء الاول اللي هو اسم المستعمل ولا اليوزرز، هذه حاجه تاريخيه ما عندها حتى معنى الان. اللي قديما كانت تستعمل للباسورد، حاليا ما عندها حتى معنى. خلينا نقول ما عندها حتى معنى لانه ما تهمش. هذا الاي دي ولا اليوزر اي دي، هذا الجي دي واللي هو جروب اي دي ولا البرنسيبال جروب اي دي، هذه مجرد ديسكريبشن على اليوزرز، مثلا اسمه لقب ولا الشغل يشتغل به كل واحد وش يحط. وهذا هو الفولدر اللي يحطه فيه البيرسونال فايل نتاع حد اليوزرز. واخيرا الباتش اللي هو الشيل اللي راح يستعمله هذا اليوزرز علشان يدخل على الماكينة. خذوا بالكم الخانة الأخيرة خانة مهمة جدا، لأنه إذا تغير هذا المحتوى يمكن أنه اليوزر يكون عنده مثلا كاونت وعنده باسورد وما بيقدر يدخل. نعطيكم مثال، إذا مثلا أخذنا راح نشوفه، نعمل سيرش على النوكاب راح تشوفوا هنا عندك العديد من اليوزرز عندهم سلاش اس بين سلاش نو لوجن. شو معناتها هذه؟ معناتها هذا اليوزرز ما عنده حق يدخل على السيستم باستعمال أي نوع من أنواع الشات. اوكي، معناته يمكن مثلا انه يستعمل الكريدنشال تاعه يدخل على ويب ابلكيشن، مثلا على ويب سايت، موقع مخزن على السيرفر هذا، لكن يدخل بالاس اس اتش ولا مباشره على السيرفر مستحيل. معناتها اذا حبيت اي يوزر تمنعه من انه يدخل على الماكينة، وش لازم تدير؟ بس تحط له usbin/no-login as a shell اللي هو الشيل اللي ما عنده إمكانية يدخل على السيستم. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه الهوم اللي تشوفوه هنا هو الديفولت فاليو، معناتها انه مش بالضروره يكون اليوزر مخزنين في السلاش هوم. لكن اذا شفنا فايل اللي هو سلاش اي لوجين دافس، راح تشوفوا هنا بعض الاشياء اللي تخليكم تاخذوا فكره على الديفولت بارامترز. الحاجة الأولى الميل الخاص بهاد اليوزرز اللي هو اللوكال ميل. اللوكال ميل عندك مثلا هنا معلومات خاصة بالكلمة السر. أوكي، ماكس داي معناتها هو المدة اللي يمكن تستعمل فيها الباسورد نتاعك قبل ما يطلب منك التغيير نتاعه. باسورد مينيموم، أقل مدة يمكن أنك تصبر علشان
تغير الباسورد. هذه فيما يخص الباسورد في حد ذاته، مثلا هنا اللانث اللي هو عدد الحروف والعدد الرموز اللي يكونوا في الباسورد 5 ديفولت. الورنينج اي ايج معناتها انه قبل ما نوصل للماكسيمم داي ويطلب منك السيستم انك تغير كلمه السر، واش راح 7 ايام قبل من وصول هذيك التاريخ يبدا يبعث لك في مسج ولا ورنينج يطلب منك تغيير هذا شيء مهم. كذلك هو اليوز الاي دي الديفولت اي دي، اذا اخذنا هذا الاي دي مين من 1000 ل 60000 هما الاي دي اللي نعطيهم اليوزر عادي، لانه من 0 ل 999 هي كلها ايديات موجهه للسيستم. اوكي موجهه للسيستم، خلينا نقعدوا بصفه سطحيه بس، خذ بالك من 0 لل1000 ناقص 1 هي موجهه للسيستم، من 1000 حتى ل 60000 موجهه. اذا انشات مستعمل جديد اكيد راح يكون من 1000، واذا شفتوا مثلا راسياسا بدا من 1000. اذا راح نشوف مثلا يوزر ثاني تيمو، وكاين اليوزر سوبر يوزرز اللي هو الروت عنده. انا راح اعمل شيء بس عشان يكون عندنا الاجابه صحيحه، اللي هي الروت عنده 0 اول يوزرز على السيستم. اوكي فيه شيء ثاني اللي هو ديفولت يوزرز يوزر، وهنا راح تشوفوا انه الديركتوري هوم ديركتوري اللي راح يتم فيها انشاء فولدر لهذا اليوزر راح يكون في سلاش هوم، اذا انت ما اعطيت بارامتر لوحدك. مثلا يمكن انك تغير مكان اليوزرز، وهذا راح نشوفه في الكوماند. يمكن انكتيف داي هنايا اكتيف باي ديفولت الباتش هيك، وهذا سكيل شو معناته؟ سكيل انه اي حاجه اي فايل ولا ديركتوري انت حاب انه يكون باي ديفولت في الهوم يوزر نتاع اي يوزر يتم انشائه تحطه في سكيل. مثلا اذا حطينا سي هوم سكيل راح نحطه مثلا public directory. اذا اخذنا اليوزر اللي هو مكري اصلا، هذا اليوزر ما عنده public HTML. شاهدوا اذا عملت الاس على خلينا نشوف، حطيتها بال public HTML ما عنده، لأنه أصلا هذا كان تم الإنشاء نتاعه قبل ما نغير في الأسكال. خذوا بالكم أي شيء في هذا الفولدر راح يكون، وش يكون؟ هو اللي يحط لك الباتش لوك اوت، باتش بروفايل، وباتش ار سي، والببليك HTML. هذا معناته إذا أحدثت يوزر جديد راح يكون بالطبع عنده كل هذه الأشياء. أوكي هذه الشيء الأول. الشيء الآن الثاني اللي نجو له الآن هو كيفية واحد لما يحب يزيد يوزرز. أسهل طريقة أنه يكون يوزر آد مباشرة اسم اليوزرز، هذه أسهل طريقة. اوكي لكن واحد من الافضل اذا طلبوا منك اشياء ماهيش باي ديفولت تروح للهال. اوكي
وهنا يمكن أنك تغير الكومنت، تغير ديفولت هوم ديركتوري، أوكي، تحط له تاريخ نهاية صلاحية، يمكن كذلك تحط باسورد انكتيفيتي، معناتها تعمل ديزاكتيف على الباسورد، تحط جي دي اللي حاب انت، تحب باليو تحط الاي دي، كل هذه اشياء واحد يمكن انه يستعملها في كرييشن. معناتها اذا انا عملت يوزر add مثلا وعملت minus d اوكي ونعمل له data user اوكي اعمل له creation اذا عملت بس على الداتا ما أخذها مشكل أن دت غلطة ما حطيت اليوز الفولدر أوكي يوزر دال ماينس آر أكثر شيء لازم تحطه هو الماينس آر لأنه لازم يعمل ديليت على كل شيء. والآن نروح نعمله ماينس دي نشوفه هنا الاس من جديد على الداتا حتشوف اللي هو أصبح عنده في اليوزر ديمو. إذا شفنا محتوى هذا الفايل عادي لأني أنا بيوزر عادي هنا ما عنديش ال شوفوا public HTML نزيلوا معاه الماينس A ونديروا نفس الشيء على OTC ESC راح تشوف أنه هو نفس الكونتين اللي كاين عملوا مباشرة في الديم أوكي واحد إذا دخل مثلا راح ندخل على يوزر ديمو ما تنساوش أنه الشيء الثاني اللي لازم هو عمل له باسورد لأنه إذا عملت أنا مثلا grab يوزر ديمو على slash /otc pass wd راح يكون عندي هذا هاي يوزر ديمو تشوفوا انه عنده او شو معناتها معناتها ان اذا حد الان ما في باسورد ديفايند على هذا اليوزرز راح نحطوا له باسورد يوزر ديمو مثلا ونرجع نشوف الموديفيكيشن راح تشوفوا انه أعمل أتشير. من بعد نرجع على الباسورد ما يهمنا الآن المهم أنه عنده باسورد راح يدخل به إذا عملت WD تشوفوا أنه ما دخلش بالهوم اللي هو من العادة أنه يكون دي. أوكي هذه الطريقة اللي يمكن واحد يغير بها الشيء الثاني انه يمكن واحد يغير الجروب بتاع اليوزر اذا عملت اي دي راح تشوفوا انه الجروب برينسيبال جروب هو اذا في امكانيه انك تزيده الجروب ثاني وهذا يسموه سبليمنتري جروب اوكي ولا المجموعه الاضافيه هذه نزيدوها خذوا بالكم بال ماينس append upper j اسم ال واليوزر اللي حاب تحط عليه اوبس يوزر مود
إذا رجعت أنا على الاي دي هنا راح تشوفوا ما زالوا له، لي ما زالوا، لأنه بس لازم أعمل له، وهنا تشوفوا باللي دخل جديد، أوكي؟ عنده راح نزيدوا له، بس هذه المرة مثلا نزيدوه الديمو، الجروب ديمو بدون الاي، بس الجي، اوكي. راح اعمل له اكزيت لكن ياخذ اخر معلومات عليه. المشكل انه راك تشوف انه كان عندنا ويل، راح هذاك الويل ليش راح؟ لانه كان من المفروض ان ندير ابن، نضيف له مجموعة جديدة، نضيفها المجموعة جديدة، معناتها كان من الأحسن أنه أستعمل الآد. إذا استعملت الآد الآن، أبس، راح تشوف أنه حاليا عندك يوزر ويل، وعندك يوزر ديمو، وعندك ديمو. معناتها هذا الآي اللي تشوفوه هنا مهم كتير كتير. الآي معناتها append، راح نضيف. إذا عملت الجي مباشرة راح نقول له replacement، راح نغير أمسح كل supplementary group وغيرهم بس بهذا الديمو. إذا رجعنا، إذا راح نشوف هذا بشكل ثاني، مثلا راح نعملوا لها على معناتها إذا خذينا يوزر في الأول كان بهذه الطريقة، كان ديمو مثلا يوزرز ديمو، هذا اليوزر، اوكي. عنده جروب اللي هو ديفولت جروب اللي هو ديمو اللي تعمل له كرييشن، واضفنا له جروب اخر اللي سميناه مثلا ويل، اوكي. راح نشوفوا السيناريو الاول. هذه من المفروض اذا عملت user mode j الجروب مثلا root، اوكي، لليوزر اللي هو ديمو. في هذه الحالة راح تولي عندنا السيناريو الآتي. عندك user ديمو، عنده ديمو اللي هو principal group، وعنده ويل، وأضفنا له root. السيناريو الثاني راح ندير نفس الشيء لكن باليوزرز مود، نسيت أني حط الـ A ودت مباشرة جي على الروت ديمو. هذه الحالة راح نروحوا للسيناريو الثاني اللي هو ديمو. هذا هو الجروب برينسيبال، وهنا مباشرة روت، معناتها ويل هذه الحالة نحينا، اوكي. هذا اذا حبيت نغير في هذه الجهة اللي هي هذا هنا principal group وهذا supplementary group، هذا نغيروه بالماينس جي وهذا نغيروه بالماينس جي بالأبر، اوكي. هذا معناتها راح نغير شي كاين في سلاش 86 سلاش باس دبليو دي، اوكي.
هدف ما يخص تغيير أو لإحداث تغيير على اليوزرز. يمكن أنك تغير له الشال مثلا بالماينس اس تحطه، إذا حبيت تعمل له حاليا عنده الباش راح تمنعه أنه يدخل على السيستم. وش تعمل؟ تقدم ماينس اس اس بين نو لوجين على اليوزر اللي حاب تمنعه من الدخول. هذا مثال فتش واحد على منع يوزرز أنه يدخل. السؤال تاع أحمد، إذا كان عندك مثلا في هذا ليست هنا 50 جروب وانت نسيت انك تعمل الاي دلت مباشرة، هل ممكن نرجعوا لهنايا؟ في طريقة؟ ما في طريقة. هذه غلطة كبيرة، هذه صعب انها ترجع الا اذا عندك يوزر ثاني كان بنفس المواصفات. يمكن انك تجيب كل ولا تعمل ليست على الجروب اللي انت منهم هذا اليوزر وتقدر تضيفهم من جديد، لكن طريقه مباشره انك ترجعهم مستحيل. هذا مشكل انك تشتغل على اليوزرز بهذه الطريقه. اوكي، نرجعوا شفنا اليوزرز اوكي وكيف نعمله. في طريقه اخرى اللي نعمله لها، مثلا راح نخرج من هذا اليوزرز نعمله يوزر مود ماينس ال. شو معناتها هذه؟ اذا عملت جراب على يوزر ديمو شت داون راح تشوفوا انه حط له في البدايه ماينز علامه تعجب. شو معناتها علامه تعجب؟ انه هذه اليوزرز مستحيل يدخل. اوكي، مستحيل يدخل على لانه ما عند تم عمل له لوك. باش نحيو هذه تعمل له ان لوك لازم تستعمل ماينس يو. اوكي، اذا يوزر ما قدرت تدخل عليه تاكد انه هذا الرمز غير موجود في الشت داون. شوفوا نفسه بالماينس اي شو عملت؟ عملت هذا. واحد يقدر مثلا يروح مانيولي يمسح هذا علامة التعجب، لكن البست براكتيس انك تستعمل كوماند لاين ولا الاوامر احسن من انك تعمل موديفيكيشن ولا تغيير على الفايل مباشرة. وفي هذه الحالة اذا عملت الاداة من جديد مثلا ادخل عادي اليوزرز. هذه شيء ثاني. لما تعملوا يوزرز دال خذوا بالكم، اذا ما عملتش الماينس ارز معناتها كل الداتا الخاصه بهذا اليوزر راح تقعد. اوكي، اذا عملت بس يوزر اد كل الداتا الخاصه به راح تقعد. هو وش راح يعمل له؟ راح يروح سلاش اي تي سي شت داون يعمل له ديليت لللاين الخاص به، ونفس الشيء في الباس دبليو دي، لكن كل الفايلات اللي في الديسك الخاصه بهذا اليوزر راح تقعد. اليوزرز ولا المستعمل القادم اللي راح تنشئه يدي الاي دي اللي كان واخده الاول راح يكون بامكانه يدخل كل المعلومات تاع اليوزر الاول. هذا من الاحسن انك تعمل ماينس ار مباشره لما تعمل لما تستعمل اوكي. هذه فيما يخص استعمال
استعمال اليوزر عاد. راح نشوف الآن إذا رجعنا لهذا اللاين في الشت داون، أنا راح تشوفه باللي هذه تعطيك معلومات عن أي يوزر اللي هو محطوط اسمه هنا، زائد بعض الخانات لكل خانة عندها أهمية. الخانة الأولى هي لليوزر نيم، الخانة الثانية حتى هنا هي المكان المخصص لكلمة السر الباسورد. ملاحظة، أصلا هذه الخانة هي مركبة من 3 خانات، السيبريشن بيناتهم هو الدولار. الدولار سيس هو الالجوريتم اللي استعملته علشان اعمل الهاش، اوكي. وهذا السيرت اللي هو راح نضيفوه للباسورد نتاعو قبل ما تعمل له الهاش، وهذا الهاش بتاع الباسورد. والناس اكثر الناس يقول لك هو كريبتد باسورد، لا، هذا هاش بس، ما في كريبتاج اللي هنا، ما في تشفير للباسورد. راح نشوفه الشيء، راح نشوفه بال علاش نستعملوا السيلز. فرضا ان عندك 2 يوزرز، ديمو 1 وديمو 2. الاثنين اعطيتهم الباسورد ريد هات، اوكي. هي من المفروض ان نعمل هاش على هاشينج على الباسورد، اوكي. المشكل اذا استعملت مثلا HA 256 هو المستعمل حاليا، اوكي، راح يعطيك A B C D حتى Z. بس اذا عملت ريد هات اش مره ثانيه نفس الاسم، راح يكون I B C D حتى Z. وفي هذه الحاله اذا دخلنا على سلاش اي تي سي سلاش شت داون اللي فيها معلومات عن كلمات السر، راح بنظرة سريعة نعرفوا أنه ديمو 1 وديمو 2 عندهم نفس الباسورد، عندهم نفس الباسورد، وهذا خلل. من أجل تفادي هذه الحالة وش قال لك؟ قال لك من المفروض قبل عندك ديمو 1 عنده باسورد ريد هات، قبل لا نعمل له اش نزيد له مجموعة من الأحرف وتكون الياتور تلقائي الياتور. هذه الحروف اللي نزيدها هنا اسمها السر، اللي هو عدد من الحروف. وهذا السيلز تقوم الإنشاء نتاعه لحظة إنشاء الباسورد، لحظة إنشاء الباسورد، ما تكونش كاينة إذا ما نشأتش الباسورد. في لحظة إنشاء الباسورد راح يدير راندوم ويخير، يخرجوا له أحرف على حسب العدد نتاعها، يخرج له مثلا أبي زاد، هذا نعمل عليه هاش ويخرج لي اي بي حتى زد مثلا. لكن ديمو الان، ديمو 2 عنده ريد هات نفسه، لكن السيلت راح يكون شيء ثاني، فيه اروباز بي. الاش الان راح يكون شيء ثاني اللي هو 1 2 3 1، بالرغم انه اليوزرز الاول واليوزرز الثاني عندهم نفس الباسورد، لكن في الشدة وراح نشوفوهم انهم كلمة سر مختلفتين. نعطيكم انا مثال
إذا شفتوا ديمو، هذا يوزر الأول، وعندنا ديمو اللي هو يوزر ثاني. أنا حطيت لهم الاثنين، حطيت لهم باسورد اللي هو ريد هات. إذا عملت مقارنة بين الباسورد الأول، كلمة السر الأولى، وكلمة السر الثانية، ما راح يكون بيناتهم ولا علاقة، مع أنه نفس الباسورد عندك في الأول وعندك في الثاني، نفس الباسورد في الأول ونفس الباسورد في الثاني. أوكي، هذه راح نشوف الآن شيء ثاني اللي هو هذا اللي عندكم اللي هنايا. الأول شفنا هذا، قلنا فيه الباسورد، ويجي بعدها شيء ثاني. هذا هو هذا آخر نهار تعمل فيه تشينج للباسورد. أوكي، تقولوا لي هذه مش دات. نعم مش دات، هذه حساب من ايبوك دات. ايبوك ديت اللي هي من 1970، 1 جونفي 1970، حتى يحسبوا بهذه الطريقة. الثاني هو اللي هو صفر حاليا، صفر معناتها ما في ليميتيشن. الثاني اللي هو المينيموم نمبر اوف داي، شو معناتها؟ اذا حطيت اثنين هنا معناتها انت غير مخول لك انك تغير كلمة السر الا بعد يومين من اخر تغيير، الا بعد يومين من اخر تغيير. من بعدها تجي الماكسيموم، شو معناتها؟ معناتها اذا حطيت هنايا 10، معناتها بعد 10 ايام انت مرغم انك تغير كلمة السر، انت مرغم انك تغير كلمة السر. من بعد تجيك الورنينج. اوكي، الورنينج بيريود احنا حطينا مثلا 10، هنا احنا نحطه 2، معناتها قبل 10 ايام في اليوم الثامن والتاسع يجيك نوتيفيكيشن يطلب منك انك تغير كلمة السر، لانها راح تنتهي الصلاحية تاعها قريبا. من بعد تجي هذه اللي بعدها هي الانكتيفيتي بيريود. وش معناتها هذه؟ معناتها بعد ما الباسورد انتهت الصلاحية نتاعو، في هذه الحالة نعطيه 4 ايام علشان يغير الباسورد. شو معناتها؟ في هذيك ال4 ايام اذا دخل الباسورد القديم راح يقبل منه، لكن الحاجة الوحيدة اللي يقدر يديرها ولا يعملها في هذا الحال انه راح يوجه مباشرة لتغيير الباسورد، ما بيقدر يدخل على السيشن، يوجه مباشرة لتغيير الباسورد. ما معناتها حطينا هنا 2، اوكي، معناتها يومين تجي تدخل على الحساب بتاعك يطلب منك مباشرة انك تغير الباسورد. وتجي اخر اللي بعدها اللي هي day on which the password expire، هذه سي وقتاش الباسورد نتاعك يتكسبير، الديت تاني محسوبة بنفس الشيء بالاكسبير. اوكي، والاخير فيه اخر خانة هي خانة غير مستعملة حاليا، ممكن انها تستعمل بعد استعمالات مستقبليه اللي ماهمش هما حاليا ما عندهمش فكره عنها. الان نجو على كيف نتحكموا في هذا اصلا. اذا شفتوا انتم هذا هيك راح نشوفوا جراب باس على سلاش لوجين داب، راح تشوفوا انه هذه العلامات جات من هون، 0 7 هاي 7 هنا، 99 ماكس داي والمينيموم داي، هذه الديفولت فاليو.
هادو الديفولت فاليو اللي جايين من لوجين داب، لكن هذا البارامتر يمكن واحد يغيرهم باستعمال تشينج. اذا عملت من تشينج ما يسأل يوزر ديمو، اوكي اكيد تشوف هنا عندك لاست باسورد تشينج اليوم تغير. بالنسبه لنا احنا اليوم تغير لانه بالطبع في نفسه expire dates never inactive never account expire never minimum day between password change zero معناتها never، هذه maximum، هذه هنا 7. هذه العلامات ولا هذا الفاليو اللي هنايا القيم يمكن تتحكم فيها دائما بالتشينج، اوكي يمكن تتحكم فيها بالتشينج. لكن قبل ما تتحكم فيها بالتشينج راح نشوفوا شيء ثاني. كيش نشوفوهم هادو راح نصوروهم بشيء ثاني. راح اعمل موديفيكيشن ونشوفوها هنا بشكل احسن. اوكي احنا هذا اللي هو عندنا سلم الزمن، اوكي هنا عندنا نحطوا هذه last change، هذه هي last change، اوكي last change هذا نغيروه بالماينس دي، اوكي راح نشوفوها من بعد. من بعد عندك المينيموم داي، شو معناتها؟ معناتها انت اذا غيرت اليوم لازم تستنى حتى توصل هنا باش يكون بامكانك تغير كلمة السر، وهذه نستعمله الان مع تشيج عشان نغيره، ومن بعدين نوصله للماكسيمم داي هنايا اللي حاطين عليها باسورد اكسبيريشن. هنا اكسبيرا كلمة السر، هذه معناتها هي الماكس داي اللي كنا نشوفوها في الفايل، ونقدر نغيروها بالام كبير، اوكي. لكن قبل قلنا نوصلوا للاكسبيريشن داي فيه فترة تنبيه اللي هي الورنينج داي، هذه نغيروها بالماينس دبليو كذلك. معناتها قبل لا يوصل اذا كان 30 ماي مثلا تاريخ انتهاء صلاحية، انا نعمل له دبليو 3 معناتها في 27 28 و29 جيني نوتيفيكيشن على تغيير، ومن بعد تجي هنا اناكتيف داي لهذه نغيروها بالماينس اي. وش معناتها هنايا؟ تولي اناكتيف دايت هنا سيبو. كي يوصل هذه المرحلة معناتها مستحيل يدخل يطلب تغيير كلمة السر من صاحب من السوبر يوزر. هذه هنا معناتها في هذه المدة هنا يكون يقدر يدخل للسيستم بس مش ممكن يغير أي شيء فيه. وش يقدر يغير فيه؟ يقدر يغير فيه بس الباسورد، هذه الحاجة الوحيدة اللي يقدر يديرها لما يدخل في هذا المجال، أوكي؟ نروح ونشوفوا مثلا، راح ناخذوا مثال، خلينا نغير الشير على اليوزر ديمو، عملوا تشيج ونغيروا له مثلا ماينس دي، اوكي رجعوه زيرو، اوكي نشوفوا باسورد
ما يبي تشينجد. وش معناتها هذه؟ معناتها اني رايح ارغم اليوزر على انه يغير الباسورد. اذا خرجت منها ودخلت من جديد نستعمله يوزر ديمو، اوكي عنده باسورد، لكن مباشرة دخلني على تغيير الاسم. هذه مثلا أخذناها مثال على تغيير إذا غيرتها مثلا، راح نغير شيء ثاني اللي هو مثلا ماينس ام زيرو ماكسيموم داي اللي هو 120 يوم مثلا 6 اشهر، الورنينج داي هو 10 ايام مثلا، الانكتيف داي اللي هو 4 ايام فقط لليوزرز. اوكي ونعمل شيء راح يكون عندك هنايا اللي حطيتهم ام زيرو مينيموم ديت، معناتها حطيت زيرو صفر هنا معناتها انه اعطيته بامكانيه انه في اي وقت يمكن يغير الباسورد. 120 هو عمر الباسورد، والتنبيه يبدا 10 ايام قبل نهايه. اذا حبيت اعمل اكسبيريشن ديت، اوكي يمكن استعمل تشيج ونحط الديت اللي راني حاب نحطه مثلا عشرة اليوزر دي. اوكي وهنا تشوف انه الكاونت هذا راح يعمل له اكسبيريشن في 10 من ماي اللي حطيتها انا مباشرة على هذه كيف واحد يمكن أنه يضيف. خذوا بالكم هذا الديت اللي تحطه هنا، إذا قال لك الإكسبيريشن ديت من على 120 يوم، من الأحسن أنك تحسبها بالماينث بالديت وتحط له مباشرة على 120 داي. اوكي وهنا راح يقول انزلوا لها مايس اي باش يعطيك، وهنا راح تشوف انه 120 يوم راح تكون في الستة من اوت. اوكي ستة من اوت، هذا مثال ثاني اللي نعملوا عليه تشيج. وكما شفنا الاكسبيريشن ديت ممكن كذلك تعملوها باليوزر مود. اوكي موزر مود ماينس ال اكسبيريشن وتحط الديت اللي حاب تحط عليه اكسبيريشن ديت، هذه غادي تتغير مباشره. هذه الطريقه الثانيه لانك تقدر تحط بها تغيير للباسورد اللي انت حبيت تعمل له تغيير. هل في أسئلة بالنسبة لليوزرز والباسورد؟ هذا يوم كان مخصص لليوزرز والباسورد. منين نقدروا نجيبوا دي سيناريو؟ لا السيناريو تحطهم من راسك. مثلا كيف تحط، عملنا سيناريو هنا كيف طلبنا من المستعمل انه يغير نفسه، يغير كلمة السر حالا، هذه شفناها ثم انت شو تعمل؟ تعمل مثلا تشيج مان على تشيج على ما اظن في اكزامبل ما فيش.
وتشوف هنايا يمكن واحد يستعملهم، ما معطينك مباشرة أمثلة في المان يمكن أنك تطبقها مباشرة. أنا علاش أنصحتكم أنكم تستعملوا المان وما تستعملوا شيء ثاني، لأنه كله كاين في المان. إذا عملت يوزر اد لازم واحد دائما كي يدخل للمان يدير سلاش اكزامبل باش يشوف إذا في إمكانية فيه اكزامبل، حاطين لك اكزامبل ولا ما حاطين، ومن بعد تشوف بالوحدة. أوكي، لكن تاخذ منك شوية وقت إذا ما كنت عارف أعمل لوك مثلا ولا ما حاب نروح مباشرة للأوبشن، نروح مباشرة نعمل ماينستي. أوكي، هذا مثال أني نحوس على شيء. أوكي، اد يوزر هي نفسها يوزر اد بس سكريبتد، معناتها تكون انتراكتيف، هذا لا اكثر ولا اقل. اوكي، هذه لازم تعطيها اليوزر وتقعد هي من الاحسن استعمال الاد يوزر، من الاحسن استعمال الاد يوزر. انت عملت ويتش اد يوزر اد، شوف هذا اذا رحت دخلت له راح تلقى هو اصلا يعمل يستعمل في اليوزر في اليوزر اد. اوكي، هل في أسئلة تانية؟